بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربي وربك الله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنك بحاجتي عالم غير معلم، وأنت لها واسع غير متكلف، وأنت الذي لا يحفيك سائل ولا ينقصك نائل ولا يبلغ مدحتك قول قائل. أنت كما تقول وفوق ما نقول. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام.